ونبدأ نشرتنا الرياضية مع منتخب مصر لكرة اليد اللي فاز على المنتخب المجري بنتيجة 36 مقابل 35 في الوقت الإضافي، وده في ختام مشواره ببطولة العالم المقامة في بولندا والسويد لتحديد المركز السابع والثامن. وبالنتيجة دي بينتهي منتخبنا الوطني مشواره في البطولة وهو محقق المركز السابع. وبعد انتهاء المباراة وقع الاختيار على التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق نادي الزمالك علشان يتم اختياره كأفضل لاعب في مباراة الفريق الأبيض وفيوتشر، وخصوصا أنه صاحب هدفي نادي الزمالك في اللقاء. وحصل رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا في الدوري الممتاز، وده بعد الأداء الفني القوي اللي قدمه اللاعب على مدار أحداث المباراة. النادي الأهلي استلم شهادة توثيق مشاركته للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية من وفد الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة، وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب اجتماع تنسيقي لبعثة الفريق لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة. وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أول تدريب للفريق في المغرب بمحاضرة على أرض ملعب ريمل بمدينة طوان المغربية، وحرص من خلالها على توجيه بعض النصايح والتعليمات للعيبة قبل بدء كأس العالم للأندية. وتحدث كولر مع لاعبة الأهلي في المحاضرة عن بعض التفاصيل وواجبات اللعيبة خلال الفترة اللي جاية. من ناحية تانية قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية للحراس من خلال أداء بعض التدريبات الفنية والتصويب على المرمى. وعالميا اتعادل فريق كلير رومون مع فريق نانت في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي. شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد أساسيا في التشكيل، وبالنتيجة دي بيتواجد فريق نانت في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، وارتقى كلير مونت إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة. وفي الدوري الألماني حقق فريق بروسيا دورتموند الفوز على بايرن ليفركوزن بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين في الجولة 18 من الدوري الألماني. بكده بروسيا دورتموند بقى في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، وليفركوزن في المركز التاسع برصيد 24 نقطة. وفي الدوري الاسباني فريق اتلتيكو مدريد فاز على فريق اوساسونا بنتيجه 1-0 في المباراه اللي اتلعبت ضمن منافسات الجوله 19 من مسابقه الدوري الاسباني. بالنتيجه دي فريق اتلتيكو مدريد بقى في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 34 نقطه، اوساسونا في المركز السابع برصيد 28 نقطه. وخسر فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. وفي الدوري الإيطالي خسر فريق يوفنتوس بنتيجة 2-0 من فريق مونزا في اللقاء اللي جمعهم امبارح في الجولة 20 من مسابقة الدوري الإيطالي، وقف رصيد يوفنتوس عند 23 نقطة في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، أما مونزا فرفع رصيده للنقطة 25 في المركز 11. ولسه مكملين مع الدوري الإيطالي، وخسر فريق ميلان من فريق ساسولو بنتيجة 5-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب سان سيرو. بالنتيجة دي بيتلقى ميلان تاني هزيمة له على التوالي بعد الخسارة من لاتسيو في الجولة اللي فاتت، وبكده بيتجمد رصيده عند النقطة 38 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ورفع ساسولو رصيده للنقطة 20 في المركز 16. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع أحمد وجمانة.